مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ودايما منوريني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اكيد كلنا بنستنى مباراه بكره الاهلي والمصري في الدوري العام، بنستناها على فارغ الصبر. الاهلي خلاص ما فيش قدامنا اي اهداف غير المكسب والثلاث نقاط، خصوصا بعد الخساره من بيراميدز. الخساره من بيراميدز خلت ناس تتكلم علينا، يعني ان احنا بقى خسرنا والدنيا اتهدت. انا بتكلم على الجماهير الثانيه مش الجماهير الاهلاويه. الجماهير الاهلاويه زعلانه وليهم مليون الف حق طبعا يزعلوا. كلنا جماهير، احنا قلنا كلنا جماهير، وحتى هنا في القناه احنا كلنا جماهير بنتكلم دايما باسم الجمهور. لا، ليهم حق يزعلوا، واحنا كلنا كنا زعلانين جدا جدا من المباراه اللي فاتت، ولو ان انت كنت راكب المباراه، لكن في النهايه انت خسرت ثلاث نقاط. وسمعنا كلام كتير جدا جدا من بعض الناس اللي هي يعني مش عارف بيمثلوا ايه في الحياه عموما، لكن ماشي، هي دي الكوره ولازم نصحح اخطاء، وفي اخطاء فنيه كبيره جدا ولازم نصححها، وكل ما احنا عايشين في الكوره هيبقى في اخطاء وبتتصحح. المهم انها تتصحح، والمهم ان احنا نتعلم من اخطائنا علشان نتلاشى الاخطاء السابقه. الاهلي خسر من بيراميدز والدنيا اتهدت، ولما قلنا الحكام ايه، والحكام جميله، والحكام مش عارف ايه. امبارح بقى كان في عياط ونباح وحاجات كتيره جدا جدا على مباراه الزمالك والمصري. بصراحه الحكم كان سيء جدا جدا، الزمالك وبيراميدز اسف، الحكم كان سيء جدا وصعب جدا. وزي ما قلت قبل كده في مباراه الاهلي اللي كسبناه هنا مع سان داونز، قلت ان بكاري الجسامه كان ناقص يطلع عليها لسانه. الحكم امبارح برده كان ناقص يطلع لسانه للجماهير الزملكاويه، بصرف النظر عن اي حاجه باهلي وزمالك، واحنا هنا بنتكلم في الاهلي، لكن بصراحه لا، الحكم ظلم الزمالك ظلم باين امبارح، وليكوا حق تزعلوا، لكن عشان تعرفوا ان الموضوع مش كوره بس، يعني الموضوع مش كوره، ومش عايز اتطرق لوسائل تانية، لكن في ظلم باين. ايه اسبابه او ايه اللي وراه انا ما اعرفش بصراحه، لو اعرف هقول على طول، انتوا عارفين، لكن ليهم حق. كان في ضربه جزاء اعتقد باينه او اتنين، الحكم انذارات كتير جدا للزمالك، ما تفهمش في ايه. الكرة امبارح لعيبة الزمالك بيجيبوها كأنها مخدرات بيدوروا عليها في المباراة، ودي حاجة مش في الكورة عموما. مش عارف بقى ده بقى فيه قرارات من اتحاد الكورة ولا ده بيعدي عادي، انا فعلا ما اعرفش. لكن ان انا كلاعب كورة زي محمد عنتر مخرج عن شعوره امبارح وشاط الكورة في الاعلانات علشان الولد اللي ورا الاعلانات، ولد صغير طبعا، انا ما بلومش على الولد خالص، الولد عنده تعليمات ان هو يهرب الكورة، يهربها يعني، لما يطلعها كده يطلعها يعني وهو من تحت درسه. فمحمد عنتر شاط الاعلانات فخد انذار. طب ما الحكم مش قادر يقول للولاد هاتوا الكوره، مش عارف. انا مش بدافع عن عنتر، لكن انا كلاعب كوره كنت لعيب كوره، لا انا الكوره حقي يعني حقي، وخصوصا انا كنت سامع قبل كده ما ترموش الكور في الملعب وما تعملوش مش عارف ايه. فكلام كان غريب جدا. جنش خرج عن شعوره امبارح وشتم الولد برده شتيمه كلنا شفناها بالفم يعني او بحركه الشفايف، لكن برضو يعني انا بدور على الكوره. المفروض بقى ان احنا بقى بدانا نخرج عن الجو ده ونلاقي الكوره وبتاع، وقبل كده اشتكينا ان الكوره بتنزل الملعب، اللي كنا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ ده حال الجماهير الزملكاويه، ما احنا كنا بنرمي الكوره في الملعب، فامبارح مش لاقيين الكوره خالص. بصراحه كان خروج عن الشعور العام. وايضا بعد المباراه محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومحمود عبد الرحيم جنش واحمد زاهر الاداري ودكتور محمد عيد طبيب الزمالك، يعني كان في اعتداء على مصور مصر اليوم، وبناء عليه نقابه الصحفيين طلعت في بيان رسمي منع نشر اسم هؤلاء الاربعه في الصحف الرسميه والمواقع الالكترونيه. تاني، نقابه الصحفيين في بيان رسمي منعوا نشر اسم محمد عبد الغني مدافع الزمالك ومحمود عبد الرحيم جنش واحمد زاهر اداري الزمالك ودكتور محمد عيد طبيب الزمالك، ده نقلا عن نقابه الصحفيين اللي طلعوه في بيان رسمي منع نشر اسم هؤلاء الاربعه في الصحف الرسميه والمواقع الالكترونيه، ده بناء على وقعه الاعتداد على مصور المصري اليوم. كمان طلبوا اللجنه الاولمبيه واتحاد الكوره بالتحقيق في تلك الواقعه. بصراحه كانت صوره مش بنحب نشوفها كتير. هم كانوا متضايقين جدا وليهم حق ان هم اتضايقوا، بس ما لهمش حق في الاعتداء على الاخرين. يعني انا اتضايق لكن بما لا يضر الاخرين، بما لا يفسد اي حاجه، يعني انت حر طالما لا تضر. طول عمرنا اتعلمنا الكلمه دي ومتربيين عليها، انا حر
طالما انا ما بضرش حد. لكن ارجع للحكم تاني، بصراحه الموضوع كان صعب جدا، ولازم لازم اتحاد الكوره يجيب حكام كويسه يعني عشان تديرها المباريات الصعبه او المباريات اللي كده. عموما احنا مش بنشمت في حد خالص. الزمالك ما كانش في المباراه امبارح، قلنا قبل كده ان فرجاني ساسا هيفرق كتير جدا مع الزمالك، وان كانت مكسب او مباراه الاسماعيلي والزمالك اللي كسبها نادي الزمالك بينت للناس ان لا الزمالك بيكسب، لكن الاسماعيلي كان متسيد المباراه في اول ثلث ساعه، كان ممكن يحرز في الزمالك اهداف لو الزمالك ما كانش اهداف في الاسماعيلي، كان المباراه تبقى صعبه جدا. المباراه كانت صعبه جدا قدام بيراميدز لغياب فرجاني ساسي، اللعيب كلنا بنحبه بصراحه، فرجاني لعيب مؤثر جدا ولعيب مبدع، فاكيد دوره كان سلبي جدا جدا، او غيابه كان سلبي جدا عن نادي الزمالك امبارح. لكن خساره كانت مستحقه، ليها عوامل كتير، لكن الكره كانت في الملعب، وشفنا يعني بصراحه ظلم تحكيمي باين لنادي الزمالك. بعد كده بقى ما تزعلوش او تتريقوا بقى لما نقول ان احنا بنتظلم تحكيميا، هو مش سبب رئيسي لكن سبب مهم، في فرق بين سبب رئيسي وسبب مهم. تعالوا اقول لكم قبل ما ندخل في التفاصيل، اقول لكم قائمه النادي الاهلي اللي هتلاعب او اللي اختارها لاسارتي لمباراه المصري بكره، او افكركم بيها. علي لطفي ومصطفى شوبير واحمد فتحي وايمن اشرف ورامي ربيعه وابراهيم وياسر ابراهيم وحمدي فتحي حسين الشحات علي معلول ناصر ماهر هشام محمد رمضان صبحي صالح جمعه احمد الشيخ وليد ازارو صلاح محسن وباسم علي وجيراودو وجونيور اجاييه وعربي بدر. دي قائمه النادي الاهلي، علي لطفي ومصطفى شوبير. علي لطفي ومصطفى شوبير بس يا جماعه، ما الشناوي فين؟ ولا الشناوي مصاب ولا ايه؟ ولا موقوف ولا ايه؟ اتاكدوا لي يعني بس عشان نقول للناس. لغايه لما اتاكد بس من القائمه انا وقفت شويه لان شفت اسمين او اسمين جوان، يعني ثلاث انذارات الشناوي ولسه اكرامي لسه يعني في بتاهل للمشاركه في المباريات الرسميه، صح كده؟ تمام. يبقى علي لطفي مصطفى شوبير تاني، احمد فتحي ايمن اشرف رامي ربيعه ياسر ابراهيم حمدي فتحي حسين الشحات علي معلول ناصر ماهر هشام محمد رمضان صبحي صالح جمعه صالح جمعه صالح جمعه يا مصر لاسارتي احمد الشيخ وليد ازارو صلاح محسن باسم علي وجيراود وجونيور اجاييه وعربي بدر. دي الاسماء المرشحه لمباراه الغد، مباراة صعبة جدا، بتلاعب فرقة ليها مدرب. كل شوية نسمع ايه، اصل ايهاب جلال مش مدرب فرق كبير، لا ايهاب جلال مدرب ممكن يمسك اي فرقة على فكرة، لكن ساعات الاجواء او الاجواء لازم، مش ساعات بصراحة، الاجواء بتساعد المدرب ان هو ينجح او ما ينجحش. ايهاب جلال بيروح اي مكان تحس ان هو غير شكله. المصري كان بيعاني، دلوقتي المصري في المركز الرابع برصيد 46 نقطة، كان بيعاني المركز النادي المصري. ايهاب جلال عمل شكل جديد جدا، كسب مباريات كبيرة جدا، قدم اداء في اقناع ان في مدرب كويس قوي، عشان كده بقول لكم المباراة مش سهلة. ما تقيسوش ايهاب جلال على تجربة النادي الزمالك، لان قلت لكم المناخ ساعات بيختلف وساعات ما بيساعدش المدرب على النجاح وساعات بيساعده على النجاح. لكن مباراة مهمة، مباراة لما اجي اتكلم بصراحة عن النادي الاهلي ولاعيبته، لا لاعيبته تساعد اي مدرب ان هو ينجح على فكرة، تساعد اي حد ان هو ينجح، تساعد اي حد ان هو يكسب، انت بتتكلم في اسماء كبيرة جدا جدا. ازاي ان انا اطلع اللعيبة من الضغط النفسي والعصبي، وازاي ادخلهم في فورمة مباريات، وازاي ان انا اهلهم فنيا، وازاي ان انا اساعدهم وهم محتاجين ان انا اساعدهم في الملعب، وازاي ان انا اعمل تغييرات، وازاي ان انا اتكلم مع اللعيبه وادخل لهم دوافع كبيره جدا ان هم يكسبوا اول مباراه، ازاي ان انا اكون متفاعل معاهم دايما في الملعب، ده موضوع مدرب واعتقد ان هم لازم يشتغلوا عليه كجهاز فني كله بصراحه. واحنا تعودنا ان احنا نتكلم معاكم بصراحه، وان كان في تحفظ، وانا قلت لكم قبل كده ان احنا هنا لازم نبقى في روح ايجابيه دايما دايما. انا عارف ان انتوا لازم نقول سلبيات مش بالشكل اللي انتوا عايزينه، عمرها ما هتحصل يا جماعه، عمرها ما هتحصل ان احنا نقول سلبيات بالشكل اللي حضراتكم عايزينه، او الشكل اللي احنا بنتكلم عليه على الفيسبوك بيننا وبين بعض. لازم ندي دايما دوافع ايجابيه للعيبه طول ما في امل. لازم نساند لو في اخطاء صعبه قوي بنتكلم فيها زي ما اتكلمنا فيها من شويه يعني. لكن اكيد الجهاز الفني هيشتغل على نفسه، اكيد هيشتغل على الاخطاء اللي كانت قبل كده، اكيد بيشوف فيديوهات وبيشوف هو اتعامل مع المباراه ازاي. هل انا اخطات في تغييره؟ طبعا. هل انا كان في مثلا تغييرات كان لازم اعملها؟ اكيد. مفيش مدرب ما بيغلطش في العالم، لكن المدرب لازم يغلط ويتعلم وما يكررش، ما يكررش،
والا ان انا بقى ماشي في نفس الاتجاه بعمل نفس الاخطاء ومستني نتيجه تانية. استحاله استحاله. طالما انا ماشي في اتجاه وشفت فيه اخطاء لازم اعالجها عشان الاقي نتيجه. لكن انا كل ماتش، انا بتكلم في العموم، كل ماتش في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الهندي اساسا، كل ماتش بشوفه بشوف اخطاء وبقول لا الماتش الجاي ممكن تتصلح لوحدها، استحاله طبعا اكيد هلاقي نفس النتائج وهتكون اكيد نتائج سلبيه. ان شاء الله نشوف روح وفنيات واداء بكره في نادي، في مباراه النادي المصري مع النادي الاهلي، وان شاء الله اكيد مفيش قدامنا اي سبل يعني او اي اهداف. الدنيا اتصعبت شويه لكن خلاص مباراه بيراميدز والزمالك اللي بيراميدز كسب فيها الزمالك اكيد اكيد في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه جماهير النادي الاهلي. وان كان المباريات اللي جايه طبعا صعبه، نعدي مباراه بكره ان شاء الله ونتكلم بعد كده في المباريات المتبقيه. مش عارف برضو نغمه لما الاهلي بيخسر بتلاقي يعني كومنتات غريبه جدا، كومنتات غريبه كان في مثلا ناس اخترعوا حاجه عشان تساعد البشريه مثلا ان هي تطلع تاني او تنقذ البشريه. ليه واحد صاحبي مش لازم اقول اسمه يعني، فانا دايما بقول له في وشه يعني كده، معاه فلوس كتير قوي قوي قوي، فيوم ما يشتري عربيه مرسيدس مثلا يجي يقول لنا مثلا ايه رايكم في الانجاز اللي انا عملته؟ ايه الانجاز اللي انت عملته؟ انت معاك فلوس كتير جدا اشتريت عربيه مرسيدس، ايه الانجاز اللي انت عملته؟ ايه الاضافه اللي انت ضفتها للبشريه عموما يعني او ضفتها لنا احنا كاصحابك يعني؟ فبتلاقي عقول غريبه جدا بتتكلم في تفاهات، لكن احنا دايما قلت قبل كده ان احنا بنبص لنفسنا. وما تزعلوش ما تزعلوش عموما، الـ 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 الدنيا الدنيا ان شاء الله هترجع وهترجع بسرعه جدا جدا، واحنا متعودين كده ومتوسمين خير دايما في لعيبه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي ان هم بيرجعوا الدنيا بسرعه. ان شاء الله ترجع بسرعه جدا، ان شاء الله الدنيا ترجع لمجريها وكل حد يرجع لمكانه الطبيعي. انا بتكلم على اخطاء على فكره، ما بتكلمش على نادي بعينه، ما بتكلمش على حد، انا بتكلم على اخطاء بتحصل لنا ناس اشتكت منها، ما بنتكلمش على حد خالص. وكل احترامنا بنقول في الاخر كل احترامنا لكل الانديه وجماهيريتها، وقلت انا بالنسبه لي الجمهور خط احمر، لكن انا عموما ما برضاش بالظلم النفسي، فما اكيد مش هنرضى للغير يعني. عموما دي كانت قائمة النادي الأهلي. أقول لكم كمان قائمة النادي المصري اللي أعلنها إيهاب جلال، أحمد مسعود، محمود السيد، محمد شحاتة، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد، وإسلام أبو سليمة، مصطفى طيارة، كريم العراقي، والناشئ حسام أشرف، عمرو موسى، فريد شوقي، وإيزي إيميكا، وسعيدو، وإسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر اللي هو دي ماريا، وعمر كمال عبد الواحد، وحسين رجب، ومصطفى أمين، ومحمود و أوستن أوموتو. ده محمود وادي وأوستن أوموتو، دي قائمة النادي المصري اللي هتقابل النادي الأهلي بكرة، اللي هيختار منها إيهاب جلال 18 لعيب يمثلوا النادي المصري في مواجهة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله. تعالوا أقول لكم بسرعة أخبار لعيبة النادي الأهلي. رمضان صبحي خلاص بيدخل التدريبات الجماعية، رمضان كان أصيب بشد في العضلة الأمامية في إحدى التمرينات أو أحد تمرينات النادي الأهلي اللي كان فيها يعني مجهود عالي. رمضان أصيب أو حصل له شد في العضلة الأمامية، إن شاء الله يرجع بسرعة وبدأ يدخل في التدريبات وانتظم في التدريبات الجماعية. كمان وليد سليمان بيرجع للتدريبات الجماعية بعد رجوعه من ألمانيا. وليد لعيب مهم جدا كنا مفتقدينه كلنا مع كل لعيب بيغيب بصراحة. وليد بيشارك وإن شاء الله يرجع بسرعة. كمان محتاجين كل اللعيبة، عندنا مباريات مهمة قوي عايزين فيها الثلاث نقاط. الدوري خلاص هو الهدف الرئيسي دلوقتي، لكن في العموم قلت لحضراتكم ان المباراه مهمه، لازم يكون فيها تركيز من الجميع، لازم يكون فيها تركيز من الجهاز الفني، لازم يكون فيها تركيز من اللاعب. بنسمع كلام المدير الفني كلنا كلاعيبه، لكن في الاخر احنا لنا روح ولنا تواجد، وان شاء الله المسانده الجماهيريه سواء كانت موجوده او مش موجوده، سواء زعلانين او مش زعلانين، احنا دايما بنسمع صوتهم في ودنا. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد باذن الله، وان شاء الله تكون انطلاقه. عايز اقول لكم بسرعه ترتيب الدوري، قلنا بيراميدز في المركز الاول خلاص، لكن هناك ثلاث مباريات مؤجله للنادي الاهلي. بيراميدز في المركز الاول برصيد 63 نقطه، لاعب 29 مباراه، والزمالك في المركز الثاني وليه مباراتين مؤجلتين برصيد 60 نقطه، لاعب 27 مباراة. الأهلي في المركز الثالث 26 مباراة لعب وعنده 58 نقطة
جماعه هم 26 مباراه، ان شاء الله الثلاث مباريات الجايين يكونوا بتسع نقاط كامله، علامه كامله باذن الله للاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، يرجعوا فرحتنا تاني بالفريق العظيم اللي طول عمره عظيم، فريق النادي الاهلي. دي كانت اخبارنا في عجاله، هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم الاهلي السابق الكابتن شهاب الدين احمد، هنتكلم معاه في كل ما يخص تساؤلات حضراتكم، فاصل واستنوا.